بس عايز اسال سؤال لكل الاخوه الموجودين هنا، هو لو الحماس مسك السلطه في اسرائيل هتطلع فتح وتلغى عنه الجنسيه مثلا، او فتح بالعكس لو مسك السلطه في فلسطين هتطلع حماس وتقول له لا انت مش فلسطيني وهشيل عنك الجنسيه؟ لا، احنا النهارده كلنا شعب واحد، كلنا ايد واحده، الشعب هو الاساس والارض هي الاساس والقدس هي الاساس، واحنا كلنا محبتنا علشان نصلي كلنا في القدس محررة عاصمة للفلسطين وعاصمة لكل العرب وقبلة أولى للمسلمين كلهم. ملوش لازمة النهاردة نقول فتح ولا حماس، صح؟ احنا بس ما هو القدس باعوها النهاردة، الحق اللاجئين تنازلوا عنه بأي حق صعب عرقات، بأي حق صعب عرقات بروح وبتنازل عن حقي أنا كلاجئ ولا تفشر في نص عينه، ما بتنازل عن حق اللجوء. نزل من الشهداء عشان نرجع، علشان دم الشهداء، علشان دم الشهداء اللي راحوا، نزل هذول الخونة علشان دم الشهداء، علشان دم الشهداء اللي راحوا كلنا نقول الشعب فلسطين ضرب جوا بأي حق. الشعب الوحدة كلها علشان خاطر ننهي الاحتلال. السلطة الفلسطينية السلطة اعترفت انها قتلت مقاومين من اجل اسرائيل، بأي حق؟ ليه ما بضربوا نار على اليهود؟ مش هم المحتلين ولا ايش؟ احنا محترفين من مبارك ومبارك، احنا اللي احتلنا، احنا اليهود، احنا اصحاب الارض، قتلوا فينا ليه؟ ابو مازن عميل CIA وسائب عارقات كمان، قتلوا فينا ليه؟ بنضرب الشاب الفلسطيني بنضرب بالسفاره ليه؟ مش هذا الباب وهذه السفاره الا بيجي بنضرب جوا ليه؟ الشعب المصري جاب الثوره بالسلم مش بالحرب. ما هو صح، انت الفتح فتح جواسيس، مش كل لازم ولا بد يكون سلميه، فيها شرفة بس الشرفة بالسجون او قتلوهم، فيها شرفة شرفة لازم الامور، لازم نحكي للخونة اطلعوا برا خلاص. هنا بالصوت العالي احنا لازم نهدي الوضع لان كلنا وطن واحد على ارض واحدة. يلا انقسموا، هذا الشيء صار.